سلام على دكتور فراس عبد الله مدير عام. سلام. نشكركم على المساعدات ان شاء الله. طبعا هاي من ضمن سلام في بصدر نبي راكا وزي معي كذا دماغي. تشجع الناس على التواجد، تشجعهم على الرجوع ايضا، وهذا يعني جهد مشكور من عندكم على هذا الشيء ان شاء الله. وجودكم، مجرد وجودكم هنا في هذا المكان يعني شجع الناس، بالعكس اكو من يدعم القطاع الصحي والقطاع الامراضي، ويخلي الناس يعني تفكر فعلا بالرجوع على امل انه الخدمات كلها تكمل. والان خدمات عندنا خدمات صحيه الحقيقه، يعني خدمات صحيه الدرجه الاولى حتى باهتمامات الدوله يعني واهتمامات المجتمع العالمي الحقيقه. فاحنا يا اخي الشيخ نحن مقتنعين بذلك، قانونيين عندكم نشكركم على ذلك الشيء دائما. اكيد 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 اكيد. نتمنى تكون هاي نقطة بداية لحياة جديدة بسنجار ان شاء الله. انا اتفق مع صاحب السفير في ذلك بالضبط جعنا مع سفير الماني. احنا نتكلم نشكر احنا واعتزازنا جهود الحكومة الفرنسية وطبعا أمة السلام سيدة نادي مراد. أولا لم تتعطى شكر لأنها ابنتنا وهي صفحة السلام، ولكن يجب أن نشكرها على مجهود. وأقول لكم تحياتي للمحافظين ورجل الإسلام خالد العلاج عبد الشجاب، فكلفني شخصيا بأن أستقبلكم هنا وأعبر لكم عن امتنان وشكر لفرنسا الشعب والحكومة كمان. ونتمنى أن يقدموا لنا المزيد، لأنه تعرفون أهل سنجاب بصورة خاصة عانوا ما عانوا يحتاجون الكثير، وأنتم ما خسرتم. ونتمنى أن تتابعون هذه الإنجازات العظيمة اللي يتمنى يسويها. في نظرنا هذه المنطقة منطقة سنجاب تمثل صح، وكل ما نعمل هنا هو دعم للإيران للسكان هنا للزعامين على الغاب والأقوال كلهم. ولكن عندنا طبعا هدفنا الجمالي في تركيز هذا المكان هو احنا التزام الشخصي من رئيس الجمهوريه الفرنسيه سيد ماكرون، قال هذا وعده للسكان. ولذلك يعني جئنا كي نشرف العمل ونشرف كيف نتقدم في المراحل المختلفه. فعلا يعني سنجاب كانت رمز الاباده، نتمنى ان تكون رمز السلام مستقبلا. شكرا. فنشكركم جزيل الشكر، وان شاء الله راح نشوف جهودكم على الارض قريبا جدا. لكن سنحتاج مساعدتكم. احنا حاضرين بالعمل مشترك. احنا كنا داعمينكم، لان احنا مو ندعمكم انما انتم تدعمونا. سنحتاج واجبنا اطباء ممرضين. اكيد هذا علينا احنا كاطباء ككادر صحي ان شاء الله. اكيد هذا احنا كلنا مخليه في حسباننا، يعني من يكتمل العمل الدعم ان شاء الله راح يكون بمستوى خلينا نقول اللي انتم تريدوه. يعني السكان منتظرون اكيد 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 التقادم. هذا واجبنا احنا توفير الخدمات، واجبنا هذا انه نوفر الكادر ان شاء الله. وعندنا كادر موجود كل الخدمات والمساعدات الممكنه كحكومه المدينه المحليه، احنا مستعدين نتعاون معكم في هذا الشيء، وانما انتم تتعاونوا معنا لان احنا اصحاب الارض، لان احنا هذا واجبنا. بس للاسف بسبب الظروف عاجزين عن تقديم هذه الخدمات. فنشكركم جدا لان باسم الانسانيه انتم جاي تقدمون خدمات للعراق ولسنجار. فنشكركم جدا. نشوف بعض السفير لكينا العام الماضي. اهلا وسهلا. ما قصرتوا باسمي وباسم اهالي سنجار. نشكركم على حضوركم، على تعبكم من تتعبون من اجل الانسانيه تسرون الى سنجار. فنشكر الرئيس الفرنسي من قدم لأختنا العزيزة نادية، قال فت يوم إن شاء الله راح نزور إلى سنجار. طبعا المرة اللي جيت العام من جيت وصلت على سنجار قلت لك الرئيس وفى وعده، أنت ممثله من جيت، هاي مرة ثالثة نمثله، كلنا نمثله. فصراحة يعني أنتم نعتبر يعني بلدنا ثاني، أنتم مهتمين بقضيتنا، هذه ما ينسي لأجل الإنسانية. سنجار عانت الكثير،
سنجار بلد التعايش السلمي بين جميع الأديان والقوميات، كعراق مصغر، كحديقة متنوعة يوجد فيه الإيزيدي والمسلم والمسيحي، الشيعي والسني، الكردي والعربي. إحنا عايشين متحابين منذ مئات السنين، ولكن يؤسفنا بأن نقول سنجار أصبحت مدينة منكوبة وتعرضت لأشرس هجمة داعشية مجرمة. فبجهود الخيرين والشرفاء إن شاء الله يرجع مثل ما قبل وأكثر، فجهودكم مشكورة. نشكر من فرنسا حكومة وشعبا، وسلام خاص شكرا لكل أهل فرنسا ومنونين منكم. جزاكم شكرا الله خير. أهلا وسهلا. والآن إلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله من هذه اللحظة نعم. هذه اللحظة من هنا ننطلق، نتمنى نشوف لفرنسا بصمة كبيرة في السنجار، ليس فقط المستشفى، مشاريع أخرى أيضا حتى عبر التاريخ يذكر الأجيال ومشاريع. بأنه هذه بنتها أيدي فرنسية في السنجار، لكي أشارك أن هذا المشروع ينجح إن شاء الله في أسرع وقت ممكن، ينجح إن شاء الله بجهودكم وجهود أختنا العزيزة ست نادية وهذا الممثلة، لأن هي أيقونة السلام أصبحت مثل إنسانية في الجامعة. جنابك من جيد تقرد باب الوقت، اشتغلت بناء المستشفى يتأخر احتمال سنة وأكثر، راح بصورة مؤقتة ومستعجلة نبني لكم طوارئ يسع 40 سرير. أنت ما قصرت يعني فعلا مثل ما تفضلت، خلال أسبوعين ورا ما رحتوا بدأوا بالمشروع، وأول وتالي يعني جهود دكتور درشاد يعني المدير الجديد اللي صار على مستشفى سنجار هو بكل طاقاته وإمكانياته ما مقصر. فالحمد لله اليوم إحنا يعني صارت يعني مو مثل حلم، صارت حقيقة، كنا نحلم بهذا الشيء فصارت حقيقة وإحنا الممنونين. ومثل ما قال الأستاذ علي، ما نقبل يعني تبنون المستشفى وتعوفونا، عندنا يعني بعد مشاريع أخرى، يعني البنية التحتية مدمرة، سنجار مدمرة منكوبة، نحتاج إلى كل شيء. مثل ما اللي راح على المطعم صار له يومين ثلاثة ما متغدي، قال أنا شاكو، قال كل شيء أكو، قال جيب لي كل شيء، إحنا محتاجين كل شيء سعادة. نحن مقتنعين بذلك، جزاك الله خير. نحن من الذين يتكلموا عن سنجار في بغداد، نعم، وعند السلطة العليا، وكل ما نحكي معروف لدى جنابكم، يعني تدرون بهذا الشيء معروف بالنسبة إلينا، يعني سنجر ليس شيء هامش. تمام. ممثل وزارة الصحة السلام عليكم، رحب بكم حكومتنا وشعبنا. نشكر حكومة وشعب الفرنسي على جهودهم المبذولة من أجل إيصال الخدمات الطبية للمواطن العراقي بصورة عامة بعد ما تعرض لهاي الأزمة من جراء العمليات الإرهابية لداعش. احنا يعني نشكر جهودكم صراحة، ونشكر منظمة سلسلة الأمل لجهودها المبذولة في هذا الموقع، في موقع صارت العمليات. وإن شاء الله احنا كوزارة الصحة متمثلة من معالي وزير الصحة والبيئة وكافة مفاصل الوزارة من مكلاء ومدراء عامين، احنا مستعدين تقديم كل التسهيلات الإدارية والفنية من أجل إنجاز هذا الصرح الصحي، واحنا مستعدين يعني من كل الجوانب الإدارية والفنية والموافقات فيما يتعلق بنا كوزارة الصحة. احنا ان شاء الله على استعداد للحضور الميداني والتواصل المستمر، يعني ما عندنا مانع انه ميدانيا احنا نكون متواجدين هنا من اجل ايصال الخدمات الطبيه والصحيه للمواطن. ونرحب بكم، نشكر جهودكم حكومتنا وشعبنا. شكرا، شكرا للاستقبال. الرجل الدين يريد انا اليوم من الترام ناقل في بشرة قراخ وبترجمين ما يعرف عفا راح نترجم كلامه سديدة بقراتنا والتنزيل فرنسا حتى فيدري وقالك بقراتنا الأرض الشنقال ده بالبداية رحب بكم من فرنسا إلى هنا في أرض سنجار بنافي مبنافي الرجال دين الإسلام قالك ممنون الرئيس فرنسا وجنابي خط الفيدري عادل بوي وكمبان مشاريع الشنقال فقدمين باسمه باسم رجال دي في سنجار يرحبون بجنابك ويشكرون سيد رئيس الجمهورية الفرنسية وجنابك وشعب فرنسا على هذه المساعدة والتمويل السعادة. بشتي فرمان السريج دي رابو سيما سادة زوج شاردي حتى أنا هنقي دولة فرنسا في زيارة قلق هاريكارا وقلق ريزو احترام وقتها خوش كمان نادي أمراض قريش زيارة همير شنقال هميرة كير. بعد ما أصبح هذا الإبادة على الإيزيدية في 3/8/2014 ولحد الآن الحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي لم يقصروا تجاه الإيزيدية، ونشكرهم كثير الشكر لاستقبالهم لأيقونة السلام على الأخت نادية مراد. تكريمهم لنادية مراد كان تكريم لكل الإيزيدية لكل أسئلة، لأن القول المدين ده يخوات بها كفشتي
جامعه گوتی تعدون حقیا لزدیاب وی هک دولت اجنبی خل انقال و اجدان نکره خوی ام دینه کی سلامن ام دینه کن ام شیر و قتلش اگر نخوازن بس مدوی بم با عیش سر گردی و ام ازدی کدین و کزمان کرم في تعاليمنا الدينية نحن شعب لا نحب الموت، لا نحب الموت، نحب السلام، نحب العيش، كمان نعيش مع الجميع بسلام. بس في براسلي كشتي تشيكنا في المستشفيجي ومشاريع الشنغال دا وابريا خوش كمان هذا مراد وتريوان يفكري وخرفة بكر جلاجيات وزيارة فرنسا جيو نافي ازدياب بينين فرنسا هردين كيجي تعرفون ان ما حدث لسنجار ولاهالي سنجار نتمنى ان تفتحون ابوابكم للناجيات ولبعض الزلاله اللي رجعوا لسنجار وتقدمون لهم المزيد من المساعدات اكثر ما قدمتوه الان وانتم مقصرين. انقل قال لك بخيراتنا وانكم فيدري ست شنغال عادل بونجي وقال ممنوعاتنا يرحبون بكم مره ثانيه في سنجار في ارض السلام. ابراهيم عابد جي قال لك بخيرات ميرسي بوكو. ميرسي ا vous. شكرا لكم. بس نعرف هذا ما نعرف. استاذ صايب من حزبنا كثير مرات يعني زرنا سفارتكم من بغداد نتشرف بكم باسمنا وباسم اهالي سنجار نتشرف بكم وخطوه مباركه ان شاء الله يعني هاي مو يكون اول خطوه وخطوات اكثر عندنا مشاكل كثير بسنجار يعني نريد من سيادتكم يعني توصلون صوت اهالي سنجار الى اتحاد اوروبي هسه سنجار صار فيها صراعات محليه بين الحكومه المركزيه وحكومه اقليم كردستان صار صراعات دوليه على اراضي سنجار يعني نريد من سيادتكم واتحاد اوروبي يعني يشوفها يعني بعين الاعتبار نريد نخلص يعني مناطقنا من صراعات محليه ودوليه واقليميه والنقطه المهمه يعني نريد من جهودكم يعني عندكم يعني مشروع او دعم للجديدين يعني نخلص يعني شعبنا من المخيمات مو بس يعني تمنون يعني